الثورة ما بتقتصر على السلاح، فيها كل الجوانب، لهيك أنا اخترت أرسم. ودائما كان انتقاء الجدران والأسقف المهدمة لأنها بتوصل رسالة أكبر وبتفرج عدالة قضيتنا وش قد هذا النظام المجرم دمر كل مناحي الحياة. كنا نحن تعمدنا نرسم هون على مدرسة كمان ليشوفوا العالم أنه النظام تعمد يقصف المدارس والمشفيات وكل مناحي الحياة. طبعا أنا اخترت الرسم لأنه بيوصل رسائل إن كان للداخل وإن كان للخارج. للداخل لنقول للناس إنه نحن بإذن الله رغم كل الخسائر نملك قضية عادلة واللي هي الحرية أساسا، ولنوصل للعالم الخارجي إنه نحن الشعب طالب بأبسط حقوقه فجوبه بأعتى الأسلحة.